هذه ليست مجرد ورشة فخار تقليدية، إنها باكورة تجربة إدخال الغاز الطبيعي في عملية حرق الفخار بديلاً عن استخدام الأفران التقليدية التي لطالما استخدمت الأخشاب وأنواعاً مختلفة من المخلفات وقوداً لهذه الصناعة التي تعرف بها قرية الفواخير بمصر القديمة. ده الفرن يعتبر أول فرن يعتبر اشتغل في القرية صديقة للبيئة. الواحد الاول كان في تلوث جامد قوي ودخانه بتقعد على الفرن، انت ممكن تسيب الفرن دلوقتي وتمشي، يعني مثلا لو هو بياخد 9 ساعات بالظبط ممكن تسيب الفرن شغال اله شغاله عاديه. المكنه اللي مستلمينها ديت فيها اي حاجه بتحصل في في في, في, في المنظومه بتفصل لوحدها. هي إذن لحظه تحول لنحو 150 ورشه بدات بمبادره حكوميه بتوريد هذه الافران دون مقابل يذكر، واستمرت حتى مدت شبكات الغاز الطبيعي في مقابل أقساط يدفعونها لثلاث سنوات دعماً لهم في تجديد أدوات هذه الحرفة ذات الجذور التراثية. النهاردة في الدولة بدأت تلجأ لعملية أنها تتبنى الحرف، جابت عن طريق جهات منحة مبلغ للأفران صديقة البيئة، المنتج نفسه بيطلع جيد، الفرن محكم احكام جيد، يعني انا اقدر اقول الخامه دي بتتحرق على 1100 مثلا، فال1100 انا عندي تايمر بيقول الكلام ده. عدم تاثر جوده المنتج اذن بانواع الوقود المستخدمه وقابليه الورشه الواحده لاستيعاب اكثر من فرن حافزان اساسيان قد يدفعا مزيدا من الورش لطلب الاستفاده من هذه المبادره، فضلا عن تفاؤلهم بعوده شيوخ الحرفه بعد اطمئنانهم لعدم وجود الأدخنة ونواتج الاحتراق التي لطالما سببت مشكلات صحية لهم. بالنسبة دلوقتي أريح لصحتي، الوقت اللي أنا باخده مثلا 6 ساعات 7 ساعات في الحريق دلوقتي، زمان كان المعظم 3 أيام بالليل. وإلى جانب البعدين البيئي والصحي تسعى الحكومة لتطوير يشمل مختلف أنحاء القرية، ويطال عنصر الترويج والدعاية لمنتجاتها بإقامة معرض عصري مفتوح على مشارفها. خطة تطوير المنطقة هنا تتم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لوضع قرية الفواخير ضمن المزارات السياحية بالمنطقة، مستفيدة من وقوع هذه القرية بالقرب من المتحف القومي للحضارة ومجمع الأديان.